والآن إلى موريس وصفها الاقتصادية. مساء الخير البيدي لبناني وإيجابي، حيث توقعت مصادر مطلعة بالقطاع النفطي للأم تي في أنه تستمر أسعار المحروقات هالأسبوع بالتراجع، حيث متوقع أن ينخفض سعر صفيحة البنزين 400 ليرة وسعر صفيحة المازوت بين 300 و400 ليرة. عربيا، أكدت وزيرة السياحة السورية هالة ناصر أنه قطاع السياحة هو أكثر القطاعات تضررا نتيجة الحرب اللي بتشهدها البلاد، وكشفت الناصر أنه أكثر من 100 منشأة سياحية تم تدميرها بريف دمشق، وبلغت إجمالي خسائر السياحة بها المحافظة وحده 63 مليون دولار، أما بحلب فتجاوزت الخسائر 84 مليار دولار بهالقطاع. وبحسب الوزيرة، الحكومة سعت لتخفيف خسائر المستثمرين بقطاع السياحة عبر جدول القروض وتخفيض الرسوم والضرائب 50% وببعض الحالات إلغاء هالضرائب. ايضا عربيا، انتهت المفاوضات بين بعثة الصندوق النقد الدولي ومصر دون التوصل لاتفاق نهائي بشان القرض المقترح تقديمه للقاهره بقيمه 4.8 مليار دولار لمساعدتها على الخروج من ازمتها الاقتصاديه، غير انه البيان النهائي اللي صدر تحدث عن تقدم بالمفاوضات، اشاره الى انه بحسب التوقعات عجز الميزانيه المصريه رح يرتفع ل 28.7 مليار دولار بالسنه الماليه المقبله، اي ل 9.5% من الناتج المحلي. ومنبقى بمصر، حيث كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية أن حجم الأموال المجمدة بسويسرا وإنجلترا بلغت حوالي 934 مليون دولار، بتخص 200 شخصية مصرية من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. تأكدت الهيئة على العمل المستمر مع الجهات المعنية المختصة لاسترجاع الأموال. ومن جهة أخرى، نفت الهيئة وجود أي تعاون عربي حتى اليوم لاسترداد الأموال المهربة بالدول العربية. أوروبيا وإلى فرنسا، حيث أظهرت قائمة الممتلكات الوزراء بالحكومة الاشتراكية وجود 8 وزراء بيملكوا ثروات بالملايين، مما بوجه ضربة للصورة اللي كونها الرئيس فرانسوا أولاند لفريقه الوزاري اللي بيعيش بحسب أولاند على رواتب متدنية. وبحسب الأرقام، بتمتلك الوزيرة المكلفة بشؤون المسنين ميشيل دولوني ثروة تقدر ب 5.4 مليون يورو، بوقت بيملك وزير العمل ميشيل سابان مليون يورو، وزيرة الصحة ماريسول توغان 1.4 مليون يورو، أما رئيس الوزراء جوماغ إيغو فبيملك 1.5 مليون يورو بحسب البيانات اللي نشرت. عالميا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بعد ما دعا صانعي السياسات بأوروبا لاتخاذ إجراءات حاسمة بالوقت اللي بتعيش فيه منطقة اليورو عام الثاني من الانكماش. وبحسب الصندوق، الاقتصاد العالمي رح يسجل نمو ب 3.3% هالسنة، أي أقل من 3.5% بحسب توقعات صادرة بكانون الثاني، وذلك بعد نمو 3.2% بال 2012، كما وخفض الصندوق توقعاته للعام 2014 من 4.1% ل 4%. طبعا لهالارقام الجديده هنالك انعكاسات على الاسواق العالميه اللي راح نشاهدها بهاللحظات، ولكن البدايه من بورصه بيروت اليوم اللي كانت انهت الجلسه على بعض الاستقرار بظل تباين باداء اسهم سوليدير وبي. الى الاسواق الخليجيه، حيث تراجع المؤشر السعودي لادنى مستوياته باربع اسابيع بعد انتهاء فتره توزيع ارباح، وتاثرت المعنويات ايضا باستمرار تراجع سعر النفط بشكل عام، وضغط على قطاع البتروكيماويات تراجع باكثر بحوالي تقريبا 0.5%. انخفضت الاسهم الاوروبيه اليوم للجلسه الثالثه على التوالي نتيجه استمرار المخاوف بشان النمو العالمي، مع تراجع الثقة بالاقتصاد الألماني بأقل من المتوقع، وذلك بشهر نيسان الماضي، التراجعات واضحة على المؤشرات. أما بول ستريت فارتفعت بشكل عام المؤشرات اليوم بعد التراجع الحاد اللي شهدته امبارح، ولقيت الدعم من تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بأدار، بوقت حد بعض شأن المكاسب تراجع الانتاج الصناعي بأكثر من المتوقع بالولايات المتحدة، وذلك أيضا بشهر أدار، ارتفاعات بمعدل 1% على المؤشرات. تعافت عقود الذهب بشكل نسبي مع ارتفاع اليورو أمام الدولار بعد ما كانت تراجعت امبارح بأسرع وتيرة يومية إلى من تقريبا 30 سنة. اليوم كانت وصلت تخلقت مستويات 1400 دولار تقريبا، وعادت لمستويات 1385 دولار. أما النفط فتراجع نتيجة المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي والطلب على الطاقة، بعد ما كما كنا ذكرنا بأخبارنا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. بشكل سريع إلى العملات، حيث تعافى الدولار من أقل مستوى بأسبوعين مقابل الين مع غياب متصيدي الصفقات، واليورو مقابل الدولار مقابل الين عم بيسجل تقريبا مستويات 97.66 بعد ما كان وصل بنهاية الأسبوع الماضي لمستويات 99.90 تقريبا. لهون وصلنا نهاية جولتنا الاقتصادية، أنا برجع بلاقيكم ظهر بكرة ضمن بيروت اليوم بمزيد من الأخبار. تصبحوا على خير، بنعود لكم. يعطيك العافية موريس.